رد يا استاذ اتفضلي عمرو. اتفضلي. هذه الدعوه تخالف ما كان عليه امهات المؤمنين، اللي هي اي دعوه؟ افضل اي منها دعوه؟ ان هي لا تكسر قلب امراه بزواجه من متزوج. طب هي بتتكلم نساء عن نفسها. المؤمنين تزوجوا من متزوجات. طب احنا بنتكلم عن نفسها. بتتكلم اجمل نساء الاسلام، افضل نساء الاسلام تزوجت وكانت زوجه ثانيه وزوجه ثالثه. هل قلنا عكس ذلك؟ طب يعني بدل ما نقول لها برافو، بدل ما نقول لها وانا ما هم. طب خليني، طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج 13 مره. تسمع إن أنا يعني كنت صح ماشي، تزوجهم كلهم، أحب مين؟ السيدة عائشة والسيدة خديجة. ماشي، في أنا ما نتفكرش أنه في زي حاجة صارت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بهي أنه مسك التمرة بإيده سيدة خديجة أو السيدة عائشة، هي مسكت التمرة بإيدها وقتلوا التمرة. فين التمرة؟ هي قلبي. قالها الاثنين زي بعض، بس الايد هذه وبس الايد هذه. فين دي؟ دي فين مكان في السيرة؟ التمرة اللي وردت التمرة. لا بس يعني زين نعرف، معلش عشان بس احنا حصل. لا معلش احنا مش بعيدين عن السيرة، بس هي الغرض من الحكاية، الغرض انه ما يكسرش قلبها. طيب استاذة رانيا.